ايه بقى موضوع الابليكيشن اللي قلب الدنيا على الانترنت وايه قصته؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، وحشتوني جدا جدا جدا. من فترة صغيرة كده ظهر تطبيق او ابليكيشن على جوجل بلاي قلب الدنيا كلها. ليه بقى؟ لو دخلت على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق هيدخلك على الموقع بتاعي. جوه المقاله دي هتلاقي رابط صغير هيوديك على جوجل بلاي. هو ده بقى الابلكيشن اللي اتكلمنا عنه. الابلكيشن ده اسمه ستارزلي. صاحب التطبيق ده قدر يعمل حاجه حلوه قوي وفريده من نوعها. قدر انه يتواصل مع اغلب المشاهير والفنانين والمطربين وخلاهم يعملوا حاجه حلوه قوي، انه سيادتك لو عايز اي حد من المشاهير دول يطلع يقول عليك كلمتين حلوين او يعمل لك تهنئه او يقول ان انت احسن واحد في العالم هتعمل كده بكل سهوله. يعني انت دلوقتي لو عاوز فان ديزل يطلع يقول عليك ان انت احسن واحد بتلعب كرة في العالم هتقدر تعمل كده عادي جدا. كل الحكايه انك بعد ما بتسطب الابلكيشن ده على موبايلك هتقدر انك تتواصل مع اي حد من المشاهير اللي موجودين في الابلكيشن، وهتديله سكريبت معين او هتديله الكلام او النص اللي انت عايزه يقوله لك، وهو هيعمل كده عادي جدا والتطبيق هيبعت لك الفيديو بعد ما يخلص. ولكن طبعا كل ممثل او حد مشهور ليه سعر معين عشان يعمل لك الفيديو. يعني الممثلين الاجانب بيبقى سعرهم عالي شويه غير الممثلين العرب او المصريين. يعني مثلا دي المطربه اللبنانيه دومينيك حوراني، شوف بتقول ايه في الفيديو ده. هاي حبايبي الحلوين، انا اليوم عبر ابلكيشن ستارزلي مستعد ده ابعت لكم فيديو تحنيه في اي مناسبه كانت لاصحابكم اهلكم قرايبين هون، ما تستحوا كتير مني بس شو بدكم وانا رح اسجل لكم فيديو باسرع وقت. من لبنان لاف يو سو ماتش. وكل حد من المشاهير دول سعر الفيديو اللي ممكن يعمله لك بيبقى موجود تحت الفيديو بتاعه، وطبعا في بالدولار وفي بالجنيه. يعني مثلا لو عايز الممثل ده يعمل لك فيديو هيبقى سعره حوالي 100 دولار. وهو ده بقى تحديدا اللي عمله الفنان محمد رمضان لما خلى الممثل الاسباني المشهور انريكي ارس بطل مسلسل لاكاسا دي بابيل يعمل له فيديو بيقول فيه ان محمد رمضان احسن ممثل في الشرق الاوسط وحاجات من دي زي كده. Hello محمد، محمد رمضان. This is a message from Arturo Romagne. I know you know me. I know you hate me from La Casa de Papel, but I know you're a very accomplished actor. According to Red One, the best actor in the Arab countries. So from your friend Arturo, I know it's your birthday. Happy birthday, brother Mohamed. I hope I get to meet you one day. I hope I get to work with you one day. Happy birthday, brother. او بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو تشاو تشاو. بس محمد رمضان بقى غلط غلطه مش لطيفه، انه بعد ما عمل الفيديو ونزله على تويتر وعلى الفيسبوك نسي يعمل كروب او نسي يبلور الحته اللي مكتوب فيها اسم التطبيق. فطبعا الناس عرفت ان الفيديو معمول عن طريق ابلكيشن ستارزلي، وان الممثل الاسباني انريكي ارس ما يعرفش محمد رمضان اصلا. والحركه دي بقى تحديدا هي اللي عملت ضجه وسط جمهور محمد رمضان. البعض بيقول انه بيشتري الشهره بفلوسه خارج الوطن العربي، وناس ثانيه بتقول انه مش محتاج المواضيع دي وانه كده كده مشهور طبيعي. السؤال بقى دلوقتي، يا ترى فكرة التطبيق دي فعلا حلوة ولا لا؟ بصراحة مش عارف، يا ريت تسيب لنا رأيك في الكومنتات. ويا ريت برضه لو استفدت حاجة من الفيديو اخبط لايك عشان بيحمسنا جدا، وشيره مع أصحابك على الواتس والفيس. ولو أنت لسه مش مشترك في القناة اشترك حالا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. وبالمناسبة دلوقتي هيظهر لك 4 فيديوهات اتفرج عليهم إن شاء الله يعجبوك، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.